بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك زخبركم حزب إغزابيهر نزق قدس تبيت خرسيان نتهبو عقل قلوت نمسمع عن نمستافن كابرحقون كاكواربان أبصرها مقدسو نستقاب أخوم لؤلاء بحري فتارينا كم زكرنا بقدس عقل قلوت كنقابا سناي فقادو سلازخون لنا ناي بحر مسغانا يبصحيو نقول لهم توم هاب كدس بيت خرسيان كتمسو ناد لهم بحمام مخنيان بناح سراح سأقم براح قبوتا بمقبع عزياء مخنيات هاب كدس بيت خرسيان كتمسو زي كألكم انتخونا قنا بززل لهم أخونكم قزيوكم من سراحكم من أوهاهيدكم أب كل خرنعات عالمكمكم بأنك أدوان بتبعاتن تكاتات الوزن لهم كدس بيت خريستيان السيادة سعاد كان أسبت هتان يقبلكم تبل نقول لهم بس عدزي أب سببا أب سقام أب شقر نزلو رهوة سلام كسانة عرفتي هابوم أبيت ما أسرت نزلو موس أحرا يفتر اللهم وموت سقان زتفلينا قنت من قسي سميات هاقر قدساني وارسهم أمري رح أزل نزل لهم كأدى بس قدساني تبسكم نقول لهنا هذا استوعلا أمره يبو موداتنا يسبقلنا أبزحي إذن يزل لنا أقل قلود قدسان إكزابيهر من يوم بخم يوم أب قدسنا معارك بسيحوم أب قدم إكزابيهر منت منقس سمعات منت أمنات زخفلو واقا إكزابيهر زقبر اللوم سقا أب أمنات كريستنا زقمتو مسرت كمون نحنا أبنتون غيرنا هنسعبو زلنا مقدي أبزبلو نتبتات أبزحالة إكزيات بزر استزتراخي منا نيرنا لو مخاخم فقاد إكزيابير كم زغن الراخب سلاز فقادة ناي بحر مسقانا يبصحيو دوس إزبا إكزيابير قال إكزيابير هي أون مسلت إني كم زبل قال إكزيابير نهزبو نقبائي وزخوون قال قبل السنة كقمت أب صلتكم كتذكرون الناتة ما حسنكو نقول له نخاء زي سمعانا يأزان منفس زي عقور تؤتو لبي زي تكبر سنة يحلينا كوهابنا نا إكزاب هير كبس فقاد يخنالنا أب زحالة في قزينا حتى تسرناي إما إموتت بحتيتا تنبر وإما سموتت بزها فريت فري فرسرناي عند زي موتت بينيا تنبر انت موتت قنا بزح فره تفري ابزبل كاب ونجيل يوهنس معرف عسر توقع عسران اربعة مبقاسي بمقبار ناي قدوس اولين ناي ابقو قدوس يسوطو السماعتن تاريخ كل التخفالات رئينا نيرنان لومي كان فقاد اكزابيهر النريو ناي قدس تتاو كليا سماعت بعلت بيتون قدوس يسوطو السماعت كمون أديون قدس أولي إن آخر رئي قدس بيت خريستيان نزع أقل قلوتزي بخميات ذكرو بخميات استنتنو كم تخن ريوز قننا لداوي جيورجيس مسراك آوي دير وسن دچك منجس اولي فكيتور وغلاوديوس
جبار يمن كرات مرمنام شرقوس وأحسابيوس تصئنكمو بدي بصدوان أفراس مثل استيفانوس ادوان لذاتي مقدس سلام ازمرو اغزابير استمسغن يهون دچيك مونغست ابولي نابولي نكسنت نا يبو نا يديو نا يبحغوتاتون هيزو صنها يو قدس بيت كريستيان اما اسرو واميرو لغنبوت بذاتي الهت كونت سمايت قدس تاوكليا بسيتو لقدس يسوطوس وامو ابولي سمايت بزعلت زي 11 غنبوت بعلت بيتو نقدس يسوطوس سمايت كمون ني قدس ابولي سمايت اديو زغنت تاوكليا سمايتنت تقبلت سلامنتا يوم ቅዱሳን ሰማዕትነት ዝቀበሉ ስለምንታዮም ጻድቃን ናብራ ገዲፎም አብገዳማት ብጾምን ጸሎትን ብጥሜትን ዘሕልፉዎ ስለምንታዮም ነቢያት ንእግዚአብሔር ሐዋርያት ሲዒቦሙ ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዘቀመጠ መሰረት አብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ካብ 28 ክሳብ 30 ከምዚ ይብል ጴጥሮስ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓብናካ ክብሎ ጀመረ ናይ ምድር ዘሎ ንግድና ናይ ምድር ዘሎ ምግፋፍ ዓሳ ኩሉ ነገር ናይ ምድር ዘሎ ዝበሃል ገዲፍና ንስዕበካ ኣለና ግን እንታይ ዓስብና ሓደ ሰብ ክሰርሕ እንተኮይኑ ክደክም እንተኮይኑ ክጎይ እንተዳ ኮይኑ እቲ ዝረኽቦ ነገር ከለል ስለ ዘለዎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኹ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ሕቶ ዝሓቲትዎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ትሕቶ ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብቑዕ መልሲ ሂብዎ እዩ ጎይታ ኢየሱስ መለሰ በለውን ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ኢሉ ቤት ወይ አሕዋት ወይ አሓት ወይ አቦ ወይ አደ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ግሩሁ ዝሓደገ ዘበለ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ቤት አሕዋት አሓት አደ ውሉድ ግሩሁ ሚእቲ ኻዕበት ምስደት ኣብታ ትመጽእ ዓለም ከዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘይረክብ የልቦን ኢለ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣብዚ መሬት እዚ ውሉድ እዩ ምእንታይ ክብል ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን እዚ ኩሉ ዝሓደገ ኣብዚ መሬት እዚ ወለዲ እዩ ኣብዚ መሬት እዚ ወለዲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ክምስክርዎ ከለዉ ኣብ ክንዲ ወለዲ ስላሴ ኣብ ክንዲ ኣሕዋት ቅዱሳን መላእኽቲ ኣብ ክንዲ ውሉድ ቅዱሳን ጻድቃን ኣብ ክንዲ ምድራዊ ርስቲ ሰማያዊ መንግስቲ ኣብ ክንዲ ምድራዊ ህይወት ሰማያዊ ህይወት ኣብ ክንዲ ምድራዊ በረኸት ዘለኣለማዊ በረኸት እዚ ተስፋ ዝገይሮም የመን ቅዱሳን እግዚኣብሔር ንኩሉ ንስቃይ ከም ሓጎስ ንኩሉ ሽግር ከዓ ከም በረኸት እናረኣዩ ዝቆፅርዎ እዩ ነዚ ዝጠምትብሉ ከዓ ጣዕሚ መንግስተ ሰማያትን መረረ ገሃነ ምእሳትን ክብሪ ቅዱሳንን ሓሳር ረሲኣንን እናነፃፀሩ ነዚ ውሳኔ ብስጋ ዘይደኽሙ ብስጋ ዘይሳቀዩ ኣይኮኑን ኣንኳን ዶ ሰማእታት ኣንኮን ትጻድቃንሲ ክርስቶስ እውን ብስጋ ተሰቂኡ ስጋና ስለ ዝለበሰ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ዝሓድጉ ቅዱስ የሉጣ ቅድስቲ ታውክልያ ቅዱስ የሱጦስ ወዶም ኣበሊ ነዚ ኩሉ ክሓድጉ ከለዉ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብኸመያ ተዘከሮ እዩ ቦ ዘፈለሰ ሃዲጎ ብእሲቶ ወቦ ገዳመ ዘመነነ ወቦ ገዳመ ዘተግህሰ መኒኖ መንግስቶ እዩ ስለ ፍቕረ ኣምላኽ ክብል መንግስቱ ዝሓደገ መንግስቱ ዝገደፈ እሲ በዓልቲ ቤቱ በዓልቲ ቤታ ዝገደፈት ኣለዉ እዩ ምክንያቱ ቃል ወንጌል ከምኡ ስለዝብል ስለዚ ቅዱስ የሱጦስን በዓልቲ ቤቱ ታውክልያን ኣበሉ ወዶምን ነቲ ዝነበሮም መንግስቲ ገዲፎም ሰማያዊ መንግስቲ ምስ መረፁ ዲዮቅልጥያኖስ ናበይ ልኢኽዎም ኣብቲ ዓዲ ናይ ኣብ መንግስትነት ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ሽግር ከላዓሉሎ እዮም ኢሉ ስለ ዝፈርሐ ናብ ግብፂ ሰዲድዎም ነቲ ኣብ ግብፂ ዝነበረ ወኪል ናቱ ገዛኢ ወይ መኮንን ከዓ ኣረዳእዮም ናብ መንግስቶም ክምለሱ ናብ መንግስቶም ክምለሱ
أرد أيوم أنت أبي يوم هاجن ببينهم فلال يوم إلو أبز حلف جزيري إن يعني رناني قدستي أولوتا نقدست تاوكليا نابس أزب بهال هاجر يزو سدام عليه أو مسكدت أتي جزائي تاريخهم كنبب كله يوسطوسن بعد تبيتو تاوكليان ودوم أولن زنبورو منغست قديفهم بتنا داتو ما قلالسا حميموم وبلوم عبيدوم وبلوم عشيوم وبلوم نزنبرا منغستي نزنبرا كبرت قديفهم نزي سقايز مريس أمو نسدات مريس أمو نمأسرت مريس أمو زبل مستنبه أتقزائي أو قبس زنبرا قزائي وكيل نايديو كلتيانوس بتعامل تقرمي سلازي ني قدستي تاوكليها بزحك حباب لا فتيني هراين تلكي هراين تلك مالت نكرسوس انتخي حدكي ابتعود تساقيدكي نحنا زبلنا كنت دا اقركي مالت سلازي بزح تسفاتات قالي اتولا مالت قدستي تاوكليها زمالسة اللو ملسي لكي عكام تزلو خامس حافة سنكسار كم ببايا أنسى هدفك منغستي وإتميتكها بها وسمرك تميتو أمتي تفلتو أمتي وأمنئسي وإتناززك أمولدي بأنت فكرة يسوس كريستوس لو تسبحت وميمت أنا تهبن أنت أنا منغستي قريفة نابا قصيك آيت أمتكن آيت ملسكن ناوخ ملس آيت لهم أبغزين سنتي كاب عال بيتي كاب حداري تفلي بزعبا وديكا أي تناززكن إذ قبر لي زخون لي أي والكن إذ قبر كل لقاء مسقنا نعيخن سلاف أغرقوا يتانان مدحنا نيس كريستوس سلازي إذ قبر لك إذ قبر نتبل زلغا أنت أي خاخت قبر لي كابت كريستوس مهلاو كابت بكريستوس رغبة كبري كابت بخرسوس دي رخبو زلا علماو سقا كابت بخرسوس دي رخبو زلا علماو منغستسي اسغا انت اخا ختبني ناي مدر منغست خبك كبك انت الكان ناي مدر منغست يا غدي فمسيه سباي كونك يا سباي كرهبلك انت الكان يوسطوس زاكل نغوس بعال قال كدان غدي في مسيه ازن كبرت كبك انت دايل كاني بقرن حرماز تسرح بيتم هنجست قدي في مسيا حجي كابزن العلسي انت يا خاخت بن تقل انت يا خاخت قرب الله يتقل الى مسحته تتو ملسا ينور سلاز انت اي غيرو كقز فوا كاسر وا كغر فوا عزيزو مالك ابز غزي ازي كبر نع يكون اغزابير قدوس ملاخو لي هو كابت كل زوار داز نبره مغرفتن ما اسرتن دقفا صنعاي نزه كله كتصاور مصر ايو خا بزحات كابتم اوزنا بور وتهدرات هون كالوت باملاح قدس تاوكليا نامن نا بولو نت سماعتنت ققدميا بسماعتنت كم زحلفو تقدس تاريخ ينغرنا ابغزي عرفت خا اغزابير ملاخ قدس ملاخ اللي هو كم زد صنعنا عن أتن خلهم قدسان زعات ولهم كدان كدان مهرت كدان برخات كم زعات ولان أتقدس تاريخي قرلس ووؤت الجزية عززة مكونن يمترو كسادة بسيف ونسعت أكل للسم بمن قسسميا قريفو عسيرو أفراريحو كأتكيتو كأمنا ويكملسا سلزي كعلا بأنصارو خاء እግዚአብሔር ጸጋ ከብዛሃላ ሆሎ በዲዲላ አጣውት አይሰግድን ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ አይከህድን ገዛአተ ዓለም ዝቦሉኒ ከገብር ኢለ ተእዛዝ ጎይታ ያይፈርስን እና በለት ካብት ጸጋይ በዲዲላ ከትምስኩር ኮላ ብዙሃት ሰባት ካ ነዚ ተአምራት ዚዮም ርእዮም በአምላክ ቅድስት ታውክልያን አምን እና ወሉ ንሰማዕትነት ይጓዩ ስለዝነበሩ እቲ ንጉስ ከዓርፍ ተዳ ኾይኑ ሰይፍ ገይሩ ይቆርጽ አዘለው أتانا يمود أتانا يسمع أتات قدلها ونسى أكل السم بمنقس السمية وما ترو رؤسا وما ترو رؤسا وما ترو أرستيهم بزحان تخينهم كأب وما ترو أرستيهم بسات
ኣዴታት ኮይነን ከዓ ኢሉ ወነስኣት ኣክሊለ ስምዕ በመንግስተ ሰማያት ኣብ ሰማያት ከዓ ኣክሊል ሰማእታት ተቐበለት እዩ። እቲ ፅሙቕ ዝበለ ናይቲ ታሪኻ ክገልፅ ከሎ ሰላም ለታው ኩልያ ለፈፅሞ ሰናይ ምርዋፃ ኣመሰደድዋ ምድረፃ ሃበሰነ ኣብያት ይርእየት ዘበቀርነ ነጌት ሃንፃ ወከዓበ ኣዲ እያንሰኣት ገፃ ለነፅሮ ወልደ ኣቦሊ ወዮስጦስ ቢፃል። እንታይ ማለት እዩ? ሰላም ለተው ክልያ ለፈፅሞ ሰናይ ምርዋፃ እዩ። ነቲ ንምፍፃም ሰናይ ጉዕዞኣ መንፈሳዊ ጉዕዞኣ ንታው ክልያ ሰላምታ ይግባእ እዩ። ናብ ምድሪ ፃም ዝሰደድዋ ናብቲ ብስና ሓርማ ዝተሃንፀ ቤታ ቤተ መንግስቲ ናብኡ ኣይጠመተትን። ከምኡ ውን ናብ ወደ ኣቦልን ናብ የስጦስ በዓል ቃል ኪዳን ገፃ ኣይመለሰትን ክንዲ ኩሉ ንክርስቶስ ስለ ዝመለፀት እዩ። እዚ ኩሉ ስቃይ ክገልፅ ከሎ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ዕራፍ 8 ቁፅሪ 18-19 ሃረርታ ፍጥረት ነቲ ምግላፅ ደቂ ኣምላኽ ይፅበዮ ኣሎ እሞ ከምኡ ከዓ ኣነ ንስቃይ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክገለፅ ዝመፅእ ዘሎ ክብሪ ከምዘይመዓራረዮ ኣኣምናኑ። እዚ ብዚ ምእንቲ ክርስቶስ ምእንቲ መንግስተ ሰማያት እንቕበሎ ስቃይ ከቢድ እኳ እንተኾነ መሪር እኳ እንተኾነ ነዊሕ እኳ እንተኾነ ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዝርከብ ፀጋ ግን ክብሪ ግን ምስኡ ዝመዛዘን ኣይኮነን። ነዚ ምስ ፈለጠ እዩ እምበኣር እቲ ዝወሰኑ ውሳነ ኣብ ፊልጲ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10-16 ዘሎ ከምዚ ይብል 10-11 ብዝኾነ ኮይኑ ናብ ትንሳኤ ሙታን ተርከብኩ ኢለ ብመቱ እናመሰልክዎ ንዕኡን ሓይሊ ትንሳኤን ሕብረት መከልኡን ምእንቲ ክፈልጥ ንኩሉ ከም ወፅዓ ይቆፅረሉ። ቤተ መንግስቲ ምሕዳግ፣ ንግስነት ምሕዳግ፣ በዓል ቃል ኪዳንካ ምሕዳግ፣ ውሉድካ ምሕዳግ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ግን እንታይ ኢለ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዝኾነ ኮይኑ ናብ ትንሳኤ ሙታን እንተርከብኩ ኢለ ኢሉ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንዕኡን ሓይሊ ትንሳኤን ሕብረት መከርኡን ምእንቲ ክፈልጥ ንኩሉ ከም ወፅዓ ይቆፅሮ ኣለኹ እዩ። ኣብ ቁፅሪ 14 ሕልፍ ኢሉ ናብቲ ሕፁፅ ዕላማ ኣቢለ ኢሉ ናብቲ ዓስባ ዓወት ናይ ላዕሊ ፅውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ይጎይ ኣለኹ። መከራ ንምቕባል፣ ስደት ንምቕባል፣ ኣክሊለ ሰማእት ንምቕባል፣ ሰይፊ ንምቕባል ነዚ ጎይ ኣለኹ ናበይ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ እዩ። ስለዚ እዚ ምስ በለ እንታይ እዩ ዝብል? እምበኣርሲ ፍፁማት ዘበልና ኩላና እዚ ንሕሰብ ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት ንሕሰብ ብዛዕባ እቲ ፅባሕ ንገድፎ ወይ ፅባሕ ዝገድፈና ዓለም ዘይኮነስ ናብቲ ፅባሕ ንኸዱ ዓለም ናብቲ ፅባሕ ዝቕበለና ዓለም ሓንሳብ ምስ ተሓጎስካ ዘይተሓዝነሉ፣ ሓንሳብ ምስ ከበርካ ዘይተሓስረሉ፣ ሓንሳብ ምስ ተሸምካ ዘይትሰዓረሉ፣ ሓንሳብ ምስ ፀገብካ ዘይትጠሚየሉ፣ ሓንሳብ ምስ ለበስካ ዘይትዓርቀሉ፣ ዘይትቕንጠጠሉ ናብኡ ንሕሰብ ፍፁማት ዘበልና ናብኡ ንሕሰብ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ከዓ እንተዘይተረዲእኩም ሓሳብኩም በይኑ እንትኮይኑ ከኣኢሉ ብገለ ነገር ሓሳብኩም በይኑ እንትኮይኑ ድማ ንዕውን ኣምላኽ ክገልፀልኩም ፅውዐይ እንታይ እዩ? መገደይ እንታይ እዩ? ኣነ ክሓልፈሉ ዝመደብካዩ ዓቕመይ እንታይ እዩ? ኩላህና ዝንሕሰብ ኢሉ ኣነ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናብቲ ናይ ብክርስቶስ ፅዋዓ ጎይ ኣለኹ ናብኡ ክጎይ ከሎ ከዓ ንኩሉ ከም ጓሓፍ ይቆፅሮ ኣለኹ እዩ። እዚ ምስ በለ ኩላህና ከዓ ዝንሕሰብ እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል? ነዚ ጥራይ በቲ ዝበፃሕናዮ መጠን ብሓደ መገዲ ንመላለስ። በቲ ዝበፃሕናዮ ፀጋ፣ በቲ ዝተረዳእናዮ ፀጋ በዓል ሓሙሽተ መሊት ብሓሙሽተ እዩ ክዓይ፣ ብሓሙሽተ እዩ ክሕተት። በዓል ክልተ መክሊት ብክልተ እዩ ክሰርሕ፣ ብክልተ እዩ ከዓ ክሕተት። በዓል ሓደ መክሊት ከዓ ብሓደ እዩ ክሰርሕ፣ ብሓደ እዩ ክሕተት። ኣብ ቁፅሪ 17 ኣሕዋተየ ንዓይ ምሰሉ፣ ኣሕዋተየ ንዓይ ምሰሉ፣ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ። እዚ ምስ በለ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተብህሉ እዩ።
ብዙሓት ነገስታት ሓሊፎም እዮም። ብዙሓት ምርኦያት ሰባት ሓሊፎም ብዙሓት ጳጳሳትን ካህናትን መነኮሳትን ሓሊፎም ቤተ ክርስቲያን ግን ስቕላ ወበዛቲ ዕለት ኣይተጽሕፍን። ስለዚ ናይ ቅድስቲ ተውክልያ መንግስቲ ገዲፍካ ውላድ ገዲፍካ ናብራ ገዲፍካ ብሰማዕትነት ምሕላፍ ኣብ ዘበነ ሰማዕታት ክርስትና ንኽዓቢ ክርስትና ንኽጥጥዕ ገፋዕቲ ንኽንስሑ ንኽምለሱ ዝገበሩ ኣስተዋፅኦ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ እስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ምስ በለ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላስለሱ ኣስተብህሉ። ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ይኹን ከም ዝበለ ናይ ቅድስቲ ተውክልያ እምነትን እምነትናን ናይ ቅድስቲ ተውክልያ ግብርን ግብርናን ናይቶም ንእግዚኣብሔር ዘስመርዎ መገድን መገድናን እናናፃፀርና ናብ ትንሳኤ ሙታን ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ከነርክም እንተደኣ ኮይና ኣሰኣሰር ዘን ቅዱሳን እዚኦም እንታይ ይመስል? ሎሚ ዓለማዊ ክብሪ፣ ዓለማዊ ስልጣን፣ ዓለማዊ መንነት ኣነንነት ከይተርፍና ነዚ መገዲ ቅዱሳን ንመከራን ንሽግርን እንድሕር ንፅየፎ ሃሊና ከመይ ጌርና ኢና ደቆም ክንበሃል? መንግስቲ ክትገድፍ ውሉድ ክትሓድግ ሓዳር ክትገድፍ እሞ ናብ ስቃይን ናብ ማእሰርትን ብክርስቶስ ኣምን ኣብ ጣዖት ኣይሰግድን ፈጣሪ ኣይክሕድን ኣብ ቅድሚ ገዛእቲ ዓለም ክብሪ ክረክብ ኢለ ነቲ ክብሪ ኩሉ ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ ኣይክሕድን እዚ ውሳኒ እዩ ናይ ቅድስቲ ተውክልያ። እዚ ስለዝበለ ጥራይ ከዓ ስለዘይኮነ ነቲ ኩሉ መከራ ነቲ ኩሉ ስደት ነቲ ኩሉ ማእሰርቲ ነቲ ኩሉ ስቃይ ብሓጎስ ስለዝተቐበለት ኣብ መወዳእታ ከዓ ስለ ስም ክርስቶስ ብሰማዕትነት ስለዝሓለፈት እንሆ ብሰማይና ምድርን ብክብሪ ትዝከራ። ስለዚ ከዓ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሚእትኻ ዓበት ምስ ስደት ዝበል ኣብቲ ኣምላክ ቅድስቲ ተውክልያ ዝብሉ ካብ ሽዑ ጀሚሮ ኣብ ግዜ ስቃይ ኣብ ግዜ ማእሰርታዊ ዝባና ብመግረፍቲ ደምን መግሊ እንጃሕጃሕ እንዳበሉ ከሎ ብኣምላኽ ቅድስቲ ተውክልያ ንኣምን እናበሉ ዝስዕብዋ ዝነበሩ ኣብዚ መርየት ዚ ሚእትኻ ዓበት ምስ ስደት ኣብቲ ዝመፅእ ከዓ ዘለኣለማዊ ሂወት። ስለዚ ህዝበ እግዚኣብሄር በዚኦም ሓሊፎም እቶም ንሕና ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና እምነቶም እምነትና መገዶም መገድና ረኣዮም ራእይና ኣምላኾም ኣምላኽና ሃይማኖቶም ሃይማኖትና ንብሎ ዘለና በዚኦም ሓሊፎም። ስለዚ መገድና ንመርምር ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ብሰማዕትነት ክሓልፍ ነናቱ ፀጋ ኣለዎ። ግን በቲ ዝተረዳእናዮ መጠን እዩ በቲ ዝተመርዳእናዮ መጠን ብሕብረት ንመላለስ እዩ። ንዓይ ምሰሉ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንዓይ ምሰሉ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተብህሉ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ይኹም። ስለዚ ብዙሓት ሰባት ስለምንታይ እዩ መዓልታዊ ወበዛቲ ዕለት ዝበሃል ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ክህልው ግድን እወ ወበዛቲ ዕለት ዘፃሕፈሎም ንዓና ኣብነት ከመይ ኢሎም ከም ዝሓለፉ ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ዕብራውያን መልእኽቲ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 7 እንታይ ኢሉ ኣሎ? ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩ ከመይ ኢሎም ከዓ ከም ዝመቱ ርኢኹም ኣሰኣሰሮም ሰዓብ ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩ ከመይ ኢሎም ከም ዝመቱ መወዳእትኦም እዩ። ስለዚ ቅድስቲ ተውክልያ ዝነበራ ንግስነት፣ ዝነበራ ክብሪ፣ ዝነበራ ሓዳር፣ ዝነበራ ቃል ኪዳን፣ ዝነበራ ውሉድ ገዲፋ ምስ በዓል ቤታ ምስ ወዳ ብምስጋና እናዘመሩ ብሰማዕትነት ሓሊፎም እንሆ ከዓ ብክብሪ ይዝከር ኣለው። ስለዚ ደጊም ክብሎ ዝደሊ ኣምላኾም ኣምላኽና ንብል ተደኣሊና ኣምላኾም ኣምላኽና ክኸውን እምነቶም እምነትና ክኸውን መገዶም መገድና ክኸውን በረኸቶም በረኸትና ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ሃዋርያ እንታይ ኢሉ? ከምቲ ንሕና ርኣያ ዝኾናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተብህሉ እሞ
أسأسر إمنتهم سعوي سلازي بقبرخ نمسلهم بقبرخ نسعبهم أملاهم أملاخ ناخخون كم تنعوهم موغاس زهابهم كم تنعوهم صنعات زهابهم كم تنعوهم تعقست زهابهم أب كل قعزنا تعقستن عقلن كهبنا أملاهم أملاخ ناخخون إمنتهم إمنت ناخخون هيمانتهم هيمانت ناخخون مقدوم مقدنا كخون انتو خينو لومي أسا أسر منتهم أسا أسر قدلهم أسا أسر صنعتهم أسا أسر تعكستهم كنسعد كدست بيت خريستيان إزمة الأغتزي تم حلال فلنا مو سمعنا هنقبر غيرنا هنصدق نا إجزاب هير كبس بغادي هنالنا نتقدس بيت خريستيان تهبوا قلقلوت بأنك أدوان بطبعاتن استخاتات لكم وخلهم قدس بيت خريستيان اتو بحبو ازري اكزابير السيطة صادقان عصبت هوتان يخفلكم تبل ساقاب ويدانان مدحينا نسكسوسن فقرا املاخن حبرت منفس قدسون ابصر هاسيون ابلع القدسان ابوتاتنا هواريات كمزوردة حجون ابلع لينا ابلع لخلهم عصفن دربن كوينيرد سلقالاتو اكزابير تمسقنا يخون نحنا انتلنا اكزابير كان تفقدو ابزمس قبائنا ازي ار استزي كغزلي شعوك نرغب مس اغزابير مس كلها نايخون سلق على تو اغزابير استمسك نايخون Thank you.